احنا بنحكي دائما كافي عن التحديات والصعوبات والانسان اللي بيكون مش كتير متماسك والانسان اللي بيكون كتير ضعيف مع انه بيكون ما عنده اي مشاكل، لكن اليوم عندنا مثال وعندنا ضيف تحدى كل الصعوبات وتحدى الظرف الاستثنائي، لكن دائما ما بننسى انه الاهل لهم الدور الاكبر باستثمار اولادهم وتعبهم عليهم ما بيروح حدا. رح نرحب انا وياكم مع بعض بالسيده احلام ومصعب. صباح الخير. صباح الورد. كيف حالكم؟ مصعب كيف حالك؟ يلا عرف عن حالك. اسمي مصعب محمود. قديش عمرك يا مصعب؟ عمري 23. مزبوط. وشك من؟ طيب قدي عندك متابعين يا مصعب؟ خلينا نحكي قدي أنت فيمس هلأ. عندك كتير متابعين؟ عندك على إنستغرام 30,000 متابع صح؟ صح. مصعب أهلا وسهلا فيك وأهلا وسهلا فيك أحلام، نورتينا. دائما نحن بيكون شبابنا دائما عندهم أفكار وعندهم تطلعات. شفنا مصعب من الشباب اللي لهم بصمة كثير كبيرة بالمجتمع، وأيضا له دور كثير كبير بإعطاء فكرة جديدة أنه كلنا بالمجتمع فعالين ولدينا أهداف. تحدثينا عن مصعب وكيف بلشت هوايته ومحبته لعمل الاكسسوارات والمسابح. هلا مصعب الان عمره 23 سنه. بسم الله. الداون سندروم اجمالا او الاعاقات الذهنيه مهما كانوا مهما راحوا على التعليم الدامج، بعد فتره بعد سن 16 المدارس العاديه ما بتعود تستوعبهم. نعم. فبالتالي احنا بنضطر نتحول للتعليم المهني واللي هو أمثل لهم بالنسبة ل يعني قدراتهم الذهنية، قدراتهم التعليمية زي الماث والإنجليش بتكون محدودة، فبالتالي إحنا متحول للتعليم المهني. فبدأنا معه بهاي الفكرة إنه بدأنا بنعطي دورات مهني، وحسينا إنه فعلًا بحب الشك وبحب هاي الشغلات، بحب يأخذ دورات أش مثلًا خيزران، فحسينا أكثر شيء بحب الخرز. وفعلًا بدأ يعمل من هاي الشغلات في البيت، وصرنا بدأنا كيف يعمل لإخوانه أصحاب إخوانه، يعني بدأنا في البيت والمحيط العائلي يعني. بعدين طلعت فكرة إنه ليش ما نعمل له صفحة إنستغرام، بلكي تكون يعني فعال ومفيدة. وفعلا أخو عمل له الصفحة هيك والله يعني بدأت يعني مزحة. والحمد لله فضل رب العالمين والأردنيين وفضلهم ودعمهم، يعني لاحظنا إنه الفولورز عم بيزيدوا بشكل يعني سريع 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 لدرجة إنه وصلنا 30,000 فولور، والحمد لله يعني دعم الشعب الأردني كثير رائع وكثير ممتاز، واستمرنا على الأساس يعني. وهلأ لما صارت 30,000 فولور حسيت إنه هاي مسؤولية. صحيح. يعني لازم تعملي كل مرة تقدمي إشي جديد. صحيح. وتطوري بمصعب وتطوري قدراته ونضل متواصلين مع الشعب إن شاء الله. إن شاء الله. مصعب احكي لي كيف عملت هاي المسبحة. لمين هاي المسبحة مصعب؟ هاي مسبحة لأمير حسين. أوكي. وبعدين من بدي أخذ اثنين تحط خرستين. خرستين. أيوة. أوكي. وبعدين أخذ ها وتحط البناديش هدول. وبعدين بتكملها. والله هي هيك بس قديش بياخذ منك وقت مصعب؟ بدي نص ساعة. نص ساعة. برافو عليك والله انك سريع. طيب مصعب احنا بنعرف انه سمو ولي العهد الله يخلي لنا اياه يا رب اشترى منك مسابح ووزعهم على كثير من المشاهير وكثير من الاعلاميين. قد ايه كان شعورك جميل لما عرفت؟ كنت مبسوط كثير. كثير. ان شاء الله دائما يا رب تضلك مبسوط. مصعب هلا انت بتجيك هون مثلا في اكثر من موديل، خلينا نحكي عنهم شوي، يعني بنشوف في مثلا اساور هون، في معنى هون سنسيل، في معنى تبعت النظارات. كيف بتجيك فكره انه انا بدي اعمل هذا الموديل او بدي اعمل هذا الشكل؟ في ناس بيطلبوا منك اشكال معينه ولا انت بتحط هذه هاي الموديلات وبتنزلها على هيك على السوق وبتحكي لهم انا عملت كولكشن جديده او مجموعه جديده؟ قل لي. يعني مثلا خلينا نحكي هدول هاي في المسبحة مصعب بطلبوا منك احلى هاي المسبحة كمان بطلب منك الناس مصعب. طب مثلا هاي ليش حطيتها زهر الالوان؟ ليش مثلا مش لون ثاني؟
عشان أختار الديكور. الديكور أوكي. الله. وبعدين بعدين عشان أنا. إيش أنت حاط؟ إيش كاتب عليها هاي؟ أكتب نور. نور. نور كاتب نور. وهون كاتب صلت كمان وهون كاتب. بس ما تقرأي اسمي كاتب لانا كمان. والله ما هي معي. لا هي أول واحدة أول واحدة كاتي. موجودة. هاي. أول واحدة. كاتب لانا. هاي لانا. هاي لانا. صح. 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 بتحكي صح. صح. صح اللي بتحكي ولا حد حكي إشي تاني. مصعب احكي لي عن هواياتك. شو هواياتك يا مصعب؟ يلا قلنا. شو بتعمل إشي؟ أنا سمعت إنك كتير عندك هوايات. شو أهم الهوايات اللي بتحبها؟ بطلع أستيكرام وجعبالي أكبر وجعبالي جعبالي بدي أسافر وجعبالي أسوق من أتن أنت شو جعبالي أنت شو تحب طيب احكي لي عن عمان جعبالك تسكن بعمان ان شاء الله ان شاء الله يا رب انك تسكن بعمان ودائما تكون جارنا وقريب منا واحنا كمان نساعدك بالترويج ونلبس من قطعك طب سؤال اخر سؤال بدي اسالك يا مصعب انت لوين حلمك بهذا المشروع قد ايه بدك تكبر اكبر عشان بطلع انستغرام وجعبالي هيك تصير الناس تعرفك اكثر وأكثر تعرفك ان شاء الله اكثر وتصير مشهور اكثر هلا انت كثير مشهور صح انت ولا ست احلام ولا والدتك انت المشهور بس انا نو استاذ بدر استحلام خلينا نحكي عن هاي مثلا الموديلات اللي عم بيختارها التصميمات يعني شفنا وصلت لسمو ولي العهد و يعني تم ارسال هالهدايا من سمو ولي العهد للعديد من الشخصيات المحليه قديش هاد عطته داعم لمصعب ولكم لانه بتعرفي مرات الواحد بتعب على ابنه حتى يوصله يعني احسن الاماكن تحكينا عن هذا الموضوع اكثر يعني كانت بصراحه مفاجاه جميله جدا لما اتصل ديوان سمو الامير وطلبوا منا مسابح يعني هذا اكبر داعم لنا الحمد لله صحيح. انه انتم عم بتراعوا هاي الفئه ذوي الاحتياجات الخاصه يعني انتم متابعينهم الحمد لله فكان هذا دعم كبير لنا ودعم نفسي وكثير انبسطنا بصراحه انه وصلنا لسمو الامير حسين وبنتمنى انه ضل في دعم من سمو الامير من الشعب الاردني لمشروع مصعب وطبعا احنا الفولورز عندنا دليل على ان قديش في محبه لهي الفئه الحمد لله واحنا بنتمنى انه مشروع مصعب يكون مشروع كبير انا ما بتمنى يضل مشروع منزلي بتمنى يكبر لانه في مجموعه كبيره من اصحاب مصعب في اربد وفي كل المناطق في الاردن يعني بنتمنى المشروع يكبر يتحول بديش اقول مصنع بس مشروع كبير ويضم عدد كبير احنا اوريدي في عندنا مجموعه من اصحابه بيجوا بيساعدونا يعني للامانه لما بكون عندنا عدد كبير واوردر كبير لا انا بتصل باصحابه وبتصل بامهاتهم فاحنا بنعمل زي دعم للانتاج المحلي لفئه ذوي الاعاقه فالحمد لله احنا بنتمنى انه يكبر ويكون فينا داعمين وفينا دائما يعني احنا يعني مبسوطين بوجودنا مع الشعب الاردني والاردن احنا بدنا نشكرك وبدنا نحكي لك اهلا وسهلا فيك دائما ويعطيك الف عافيه والله يقويك بدنا نشكر مصعب وبدنا نحكي لك انك انت مشهور اكثر منا يا مصعب يعني هذا الشعب شوي مغاوز معك ان شاء الله يا رب انك بتكبر وتحقق كل احلامك وبتوصل لمكان طول عمرك بتكون مبسوط فيه ومرتاح شكرا كثير لكم شكرا ست احلام بس تحكي لنا صفحه مصعب على الانستغرام فاللي بحب يتواصل معكم يطلب من هذه الاكسسوارات كيف بيقدر يتواصل معكم احنا بصفحه مصعب الانستغرام اسمها مصعب اكسسوارز نعم بس ان انجلش يعني مكتوبه بالانجليزي مصعب اكسسوارز وصورته منوره وموجوده وكل البوستات الله دائما واحنا اي سجستشن بيجينا من الفولورز بنعمله يعني زي هيك عندكم كذا عندكم سنس النظاره فمن هيك بيجينا الافكار يعني بيجي المصعب طبعا حضرتك كمان انت كثير بتدعمي السيدات والامهات اللي عندهم اطفال من ذوي الاعاقه بكون هناك تشاورات افكار للسيدات طبعاً. هذا كمان بيعزز دور الام في انتاج ونتاج للشباب الفاعل بالمجتمع طبعاً. بدنا نشكر حضرتك وبدنا نشكرك مصعب على تواجدك معنا لليوم بنفتخر فيك يا ستي شكرا, شكراً.